هذا الصباح إلى تغطية في صحافة هذا الصباح. نبدأ من اليوم 17 رسائل السيسي من الإمارات، الرئيس من أبو ظبي، الشباب مدعو للمشاركة بإيجابية وحق التظاهر مكفول ولا مساس بثوابت الدين ولا تدخل عسكريا في ليبيا، وندعم الحل السياسي في سوريا، والدولة جادة في تحسين مناخ الاستثمار المصري. اليوم 17 بتكتب مصر تستعيد دورها بمحور عربي مع الإمارات والسعودية والمغرب. الوفد بتقول اليوم انطلاقت قمة مستقبل الطاقة في أبو ظبي، السيسي يلقي الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية أمام رؤساء وممثلي 170 دولة، استقبال رسمي للرئيس في قصر المشرف ولقاءات مكثفة مع رجال الأعمال وممثلي الشركات العالمية. مرحب مرة ثانية بضيفي الكريم الأستاذ عادل السنهوري، رئيس التحديد التنفيذي لجريدة اليوم 17. بصبح على حضرتك مرة تانية. وإذا نحن أمام هنا موضوع المفصل لهذا الصباح، الرسائل العشرة اللي ينوي السيد الرئيس يعني أن هم يعني يطرحهم هكذا في هذه المستقبل الطاقة، يعني إلى أي مدى هذا اللقاء وهذه القمة يعد مفصليان ونحن نتأهب لاستقبال المؤتمر الاقتصادي؟ خلينا في الزيارة، يعني هي الزيارة والمؤتمر، لأنه تم تحديد الموعد على أساس من الإمارات أن تكون الكلمة الرئيسة أو الرئيسية للرئيس دولة هي الرئيس السيسي في قمة الطاقة. ولكن الزيارة بصراحة في معناها، يعني أنا أعتقد أنه اختيار زيارة خاصة لدولة الإمارات، وكان من الممكن أن الرئيس السيسي يربط زيارة الإمارات بالكويت، ولكن فضل، وأعتقد أنه هذا يعني ذكاء من القيادة المصرية، أن تكون الزيارة للإمارات منفصلة. وأولا تقدير وامتنان للدور الإماراتي الداعم بقوة وبشدة سياسيا واقتصاديا وشعبيا لثورة 30 يونيو. العلاقة ما بين مصر والإمارات أصبحت نموذج أعتقد يحتذى به، يعني على طوال 43 عام لم تهتز، ربما إلا في عام الإخوان مع بعض التجاوزات من الجماعة أثنان حكمها. الحاجة الثالثة، الآن القوة الرئيسية في النظام الإقليمي العربي تتعرض لانهيارات زي سوريا أو العراق أو اليمن أو حتى ليبيا، فأصبح الآن التفكير في كيفية إنقاذ هذا النظام الإقليمي العربي من خلال تشغيل محور تم الإعلان عنه، ده مش يعني أول حديث عنه، ربما يتشكل من مصر ودول الخليج إذا أرادت جميع دول الخليج العربي تنضم له بما فيها قطر، ربما العراق في مرحلة لاحقة، ربما الجزائر والمغرب. إذن هناك محور أساسي الآن هو مصر ودول الخليج يمكن أن يبنى عليه، لأنه لم يعد هناك قوة حقيقية إقليمية قوية صلبة محتفظة بما زال باستقرارها إلى حد كبير وبقوة جيشها سوى مصر. يمكن البناء على هذه الدولة المحورية مع دول الخليج العربي، أعتقد أن هذه كانت برضو من يعني الرسائل لهذه الزيارة بشكل عام. الرئيس السيسي أكد خلال بقى حواراته على الرسائل دي كلها، سواء داخليا أو إقليميا أو دولية. هذه التحركات مصر الآن هي تحركات محسوبة، والكل يعيها والكل يدرسها بعناية، سواء كانت زيارته للصين أو روسيا أو الكويت أو أوروبا أو حتى الإمارات، كلها زيارات مدروسة ومحسوبة بعناية، هي استعادة مرة أخرى للدور الإقليمي العربي للمصر بالممارسة وليس بالوراثة. وقفة، سنعود إلى هذا الموضوع عندما نغطي الصحف العربية، وإحنا أفردناها للصحف الإماراتية وترحبهم البالغ في الحقيقة والحثوة الشديدة للسيد الرئيس، لكن دعني أتحدث هنا عن الاستقبال. طبعا صاحب السمو رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ورفقه أيضا صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهو الشيخ محمد طبعا بن راشد المكتوم، وكان أيضا ولي العهد سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. إذا نحن أمام هنا كما نرى يعني استقبال شديد الحفاوة واهتمام بالغ من القيادات الإماراتية، يعني إلى ماذا يا يعني أعتقد هذا الاستقبال يدل على مدى خصوصية هذه العلاقة، يعني المكانة
التي يحتفظ بها الشعب المصري لدولة الإمارات منذ المغفور له الشيخ زايد، أعتقد لم تتزعزع بل زادت هذه المكانة في قلوب المصريين جميعا، وبأيادي الخير الممدودة دائما من دولة الإمارات لمصر. ومش عايزين نعدد موقف الشيخ زايد، ولكنها على استقامتها حتى أبنائه بما فيهم الشيخ خليفة وأبنائه وحتى يعني آل مكتوم، فهذا الاستقبال وهذه الحفاوة هو يعكس مباشرة على خصوصية هذه العلاقة ورسوخها وتميزها الفريد في العلاقات العربية. أيضا بالدور الرائد لمصر، شوفي الشيخ محمد. الشيخ محمد بن راشد امبارح بالنسبة للوحدة العربية وأيضا درء مخاطر التطرف والتفتت في بيان امبارح موجز يعني أو كلمة قالها الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي امبارح، قال أنه عز العرب من عز مصر وقوة العرب من قوة مصر، وأنا بقول أيضا قوة مصر من قوة العرب وعزها من عز العرب أيضا. هذا تلخيص لحالة المشهد، أنه كل أدرك أنه هذه الدولة المحورية المفتاح الرئيسي في المنطقة إذا لا قدر الله حصل له أي شيء انفرط العقد كله كما يقول حافظ إبراهيم. سنعود إلى هذا الموضوع كما قلت بعد قليل. طبعا أذكر السادة المشاهدين بأننا في انتظار الكلمة المهمة للسيد الرئيس في قمة الطاقة، الجلسة الافتتاحية طبعا أمام ممثلي أكثر من 170 دولة بعد قليل، حيث سيلقي إذن كلمة مصر وكلمة الافتتاح في هذا المؤتمر المهم في أبو ظبي. إلى موضوع آخر ولافت في صحافة هذا الصباح، نقرأ من الوفد ترحيب واسع بنجاح مبادرة لم الشمل الأحزاب. القوى السياسية تقول ليس مستحيلا تشكيل قائمة انتخابية موحدة، لكن على النقيض تكتب اليوم السابع انهيار اجتماع الأحزاب للتوافق على قائمة موحدة بسبب عدلي منصور. كويس ان حضرتك معنا من اليوم السابع علشان ربما تعطينا هذا الفارق او المساحة او الفارق الحقيقة ما بين الاثنين. احنا بصراحة نتحدث على ارض الواقع. يعني ارض الواقع احنا يعني زي ما بيقول في المنطق كده المقدمات تؤدي الى انتاج. احنا بقالنا قد ايه شهور مش عارفين نكون حتى ائتلاف واحد. يعني وشفنا التنقلات من ائتلاف الى اخر وانسحابات من احزاب تشكل كتله هنا الى تحالف اخر. يعني حتى الان احنا مش عارفين نتفق على ائتلاف واحد، فما بالك ان احنا عايزين نعمل كتله موحده عريضه طويله من الاحزاب المدنيه زي الرئيس مطالب. ولكن للاسف على ارض الواقع انا بقول مش هتتم. انت يعني شايفهم متعسرين متعسره جدا. رغم ان هناك نقرا مقدمات ان هناك يعني انصياع لهذه المبادره. لا يعني معلش ولهذا الطلب، لكن يبدو انه ما زالت فكره المحاصصه وعدد المقاعد المصالح الحزبيه، اي حزب هيكون له كم مقعد، مين الذي سيكون رئيس مجلس الشعب اذا كتله هذه فازت، يعني لقد يعني اذا تشكلت ثم يعني بنفترض افتراضات فازت بالاكثريه حتى يرشح منها شخص لرئيس مجلس الشعب. هنا الاختلاف، هناك بعض متفق ان احنا يجب ان يعني ندعم ترشيح المستشار عدلي منصور لرئاسة مجلس الشعب. البعض شايف انه ده الاقدر على يعني المرور بمجلس الشعب القادم اللي هو اهم مجلس في تاريخ مصر الى بر الامان. البعض شايف لا، السيد عمرو موسى له طموح، وهكذا السيد البدوي له طموح الى اخر كله. فبالتالي خلينا نقول لا، في السياسة ما فيهاش عواطف. المسألة دلوقتي لكن المسألة هناك كما صراع على من يفوز بأكبر عدد من المقاعد. لكن السيد الرئيس وضع الأحزاب أمام مسؤوليتها الوطنية، وبالتالي نحن أمام ظرف يستوجب الانضواء يعني في منظومة. أنا بتكلم في المصلحة الوطنية، فبالتالي المصلحة الوطنية هي الأعلى من المصلحة الشخصية والمصلحة الحزبية. ده اللي احنا بنطالب بيه. فيعني برغم ان هناك موقفين مختلفين ما بين هنا وهناك يعني، لكن يعني نتمنى ان يكون هناك نوع من انواع يعني الاستجابه نظرا للظرف اللي حضرتك تفضلت. كله يقف امام مسؤوليته الاصطفاف الوطني بالظبط، استفاره المصلحه الوطنيه.